والنادي الاهلي على شمالك، نظبط ساعتنا مع بعض. ويصفر الحكم الدولي السكندري سامي احمد ببدايه الرضوان، ويسيبها لكابونجا، تتخطف من كابونجا وعرضيه يلعبها عبد الجليل، انما يطلعها طارق سعيد بره الملعب اوت. رمي بالتعادل ايضا، ستؤخذ ضربات الترجيح. هادي وكره عاليه وعلى طول سيد شيب بدماغه تروح لياسر ريان، عرضيه يقلبها حسام وبيتابعها اخوه ابراهيم، انما يخش ياسر رضوان ويطلعها. ياخدها اللعيب عصام عبد المنعم، لعيب مهاراته عاليه قوي، ياخدها بعقله ويديها لياسر رضوان، يغلط ياسر رضوان وتتخطف منه الكوره، وتصويبه من ايمن شوي القناص، اول تصويبه في المباراه لايمن شوي. خطف الكوره من ياسر رضوان، كانت هتكلفه غالي جدا ياسر رضوان. ودي النتيجه قدامنا زي ما احنا شايفين، بلديه المحله والضربه الركنيه. حماده صدقي حاطط دماغه في توقيت مظبوط جدا، ولو ما كانش قابلت الكوره دماغه كانت هتقابل اكرم عبد الجليل. عبد الجليل تخبط في سيد شيب وترد لاسامه عرابي، لحسام، لياسر ريان، ياسر ريان ومعاه رضوان الرفاعي، ياسر رضوان الرفاعي ياخدها ياسر ويلف بيها ويلعب اوفر جميل جدا وخطره. يا خبر، ايمن شوقي القناص برضه لعبها بدماغه، انما كان في حسام حسن في موقف تسلل ومصفر على طول سامي احمد. اهي هنشوفها مع بعض، هي كده صح، انما سامي احمد بيقول ان فيها تسلل. مش ابراهيم يساعد اخوه حسام، وانما ما ياخدوهاش الاثنين، وياخدها احمد فاروق وتتخطف وتروح الكوره لاسامه عرابي، لحسام، لياسر ريان. يعدي ياسر ريان وماشي ياسر ريان ويلعب كره عرضيه، انما على طول يخش ياسر رضوان وينقذ فرصه كبيره جدا من النادي الاهلي، ويطلع الكوره بره الملعب ضربه ركنيه. 34 دقيقه، وادي ضربه ركنيه وتتلعب ارضيه وتعدي وتتصلح مره ثانيه وثالثه، تخش على طول حسام حسن ويحطها في السماء. فرصتين للنادي الاهلي، انما دفاع بلديه المحله مغطي مظبوط جدا. ثلاث مرات لعبد الجليل، هنشوفها مره ثانيه اهو، تتلعب الكوره وتعدي تروح لايمن شوي، يشوط تخبط وتفقد قوتها، تروح لعبد الجليل يلعبها يخبزوها من قدامه وتروح لحسام حسن يريح كله ويحطها فوق. حلو قوي لعبد الجليل، وعبد الجليل لايمن، وايمن يشوط يمسكها على طول عبد الفتاح المغربي. ثلاث تمريرات في منتهى الجمال، باديه من حماده صدقي وريحها ايمن شوقي بعقله لعبد الجليل، وعبد الجليل ريحها لايمن شوقي مره ثانيه. النهارده يطلع اللقاء جميل. ادي عصام عبد المنعم لدرويش لاكرم، ويشوط اكرم وضربه ركنيه احمد شبير. اول هجمه حقيقيه للنادي بلديه المحله. ثلاث نقلات ما بين درويش وعصام عبد المنعم تنتهي عند اكرم، يشوط هنشوف اهو، ادي اكرم اهو، انما على طول صاروخ يطلعه احمد شوبير في ورضوان رفاعي يلف كره عرضيه حلوه، يخش على طول اسامه حامد. لا زال الشد العصبي موجود على عبد الصادق، عرضيه وحسام بدماغه، وفي رايه من البنداري وصفاره من سامي ان في فاروق يلعبها لعصا لاسامه حامد، واسامه حامد ياخدها منه. هذه خشبه، هذه خشبه يلعبها حلوه لياسر ريان في المكان الفاضي. ياسر ريان، ياسر ريان، ياسر ريان يلعبها لعبد الجليل، وعبد الجليل يشوط شوطه جامده بجوار القايم اليمين مباشره، ضربه مرمى لبلديه المحل. اول صحصحه للجماهير اهو زي ما احنا شايفين، ياسر لعبد الجليل، وعبد الجليل زي ما احنا شايفين يشوط، وابراهيم حسن واقف في الناحيه الثانيه غير مراقب، وعاليه يطلعها سيد شيب، وتروح الكوره لياسر ريان، في رايه في رايه في رايه، الكوره بتروح بنداري رافع رايته
صحيح هي خبطت في مدافعي بلدية المحلة زي ما احنا شايفين اهو، انما من الاول كان هو واقف زي ما احنا شايفين. العبرة بساعة خروج الكرة من رجل الخص وفتوح البنداري شايل رايته من اول ما شاط على طول يا سرية. كان زمان المحاولة اسامة عرابي، اسامة عرابي وعرضية وعالية على طول توصل الكرة لياسر ريان، تمشي الكرة في العرض، يشوط ياسر ريان الكرة اللي كانت جاية له من طارق سعيد يشوطها. ماشي اسامة عرابي، ياسر ريان، هاتوا خد مع عرابي لياسر لعبد الجليل، يلعبها لحسام حسن، وحسام حسن جامدة يطير عليها عبد الفتاح المهرابي ويحولها ضربة ركنية، ضربة ركنية للنادي الاهلي، وواقع عبد الفتاح المهرابي على الارض، وان شاء الله اهي مرة تانية اهو. ومطابع الدفاعي ايضا بلدية المحلة في الشوط الثاني انكمشت، وادي اكرم يلعبها لدرويش، ودرويش عرضية احمد فاروق ضيع فرصة عمره. اسامة عرابي، ايمن شوقي يلعبها حلوه لوليد، وبيعرف يعدي وليد، وبيعرف يعدي وليد، وماشي وليد وهوبا في السماء، ضربه مرمى لبلدين محل. يبدو ان في اللقاء النهارده الاثاره كلها في اخر كل شوط، الاثاره والهجمه هنا والهجمه هنا، وتوصل لاسامة عرابي. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع، وليد صلاح الدين، وليد صلاح الدين، ويعدي وليد صلاح الدين الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع. هنشوف الكرة مرة ثانية، وليد صلاح الدين خد الكرة واستقبلها وماشي وعدى، وضرب الجزاء لبلدية المحلة في الوقت القاتل في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع. مباراة قمة الإثارة، هنشوفها مرة ثانية. وليد صلاح الدين وضرب الجزاء اكتسبها الحكم الدولي سامي احمد للنادي الاهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع. اعتقد ان بلدية المحلة يجب ان احنا نشيد بمجهودها طوال الموسم، ونشيد بمجهودها في هذا اللقاء بتلاعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي عريق ونادي له بطولات ولو جولات، وانه يصمد امام النادي الاهلي بل يبادله الهجمات وتضيع منه الفرص، ولعبوا ثلاث مرات، الثلاث مرات كان كلها اثاره سواء في استاد القاهره اللي انتهى بفوز الاهلي 2-1، او في استاد المحله ايضا اللي انتهى بفوز الاهلي 3-1، والنهارده في هذا اللقاء قمه الاثاره، ان يدل على ان بلديه محله فريق مكافح وفريق في خامات طيبة، ويشكر على أدائه المميز، ويكفيه أنه هو الفريق الصاعد من الدرجة الأولى ونجح في أنه يلفت الأنظار بشدة أمام الأندية العريقة وفي اللقاءات المستمرة في الدوري العام. ضرب الجزاء للنادي الأهلي حامل اللقب، شايف أنا وليد صلاح الدين هو اللي هيلعب ضربة الجزاء. وليد صلاح الدين وضرب الجزاء للنادي الأهلي. الكل مترقب وليد صلاح الدين فتاح المغربي ليتقدم النادي الاهلي بهدف احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع.
من ضربة جزاء. زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي بيلعب في هذا الاستاد لكنه في استاد القاهرة، جمهور الشرقية الكبير زحف وراء النادي الاهلي هنا واحرز احمد فاروق لكابونجا، وكابونجا ليصفر الحكم الدولي.